بقالنا كتير ما بنتكلمش في الاخبار العالميه، بالتالي خلينا نروح للترند العالمي ونشوف اهم وابرز الاخبار. وبالتحديد طبعا هنتكلم في العالمي، يبقى لازم نروح لنجمنا المصري الكبير الاسطوره محمد صلاح. والكلام هنا من خلال حساب في الجول الرسمي على تويتر، وبيقول محمد صلاح الاعلى في قائمه رواتب ليفربول، وتشامبرلين يتفوق على ماني وروبرتسون. ودي مفاجاه بصراحه، عليكم رواتب لاعبي ليفربول، مفاجاه ان تشامبرلين يتفوق على ماني وروبرتسون. لكن هنتكلم دلوقتي في الرواتب وفقا لما نشرته صحيفه ذا سان البريطانيه. محمد صلاح ما شاء الله لا قوه الا بالله، 10 مليون و400 الف جنيه استرليني هو اكثر لاعب يتقاضى اجر سنوي في ليفربول، ودي حاجه نفتخر بيها في الحقيقه، ان احنا عندنا لعيب مصري بقيمه وقامت محمد صلاح، هو النجم الاول ليفربول. بعديه بيجي مين؟ تياجو الكانتارا الوافد الجديد من بايرن ميونخ ب 10 مليون جنيه استرليني سنويا. بعد كده فيرمينو وفان دايك 9 مليون و300 الف جنيه استرليني. بعد كده هندرسون وميلنر 7 مليون و200 الف جنيه استرليني. كيتا وتشامبرلين 6 مليون و200 الف. ماني وماتيب 5 مليون و200 الف جنيه استرليني. غريبه ان ماني في المركز ده بخصوص الرواتب، لكن ممكن يكون في تعديل او خطه لتعديل عقده خلال الفتره اللي جايه، هنشوف. دياجو جوتا اللي جاي من ولفرهامبتون طبعا لاعب مهم جدا وبيعود من الاصابه، هيكون اضافه كبيره جدا ليفربول خلال المباريات المقبله، 4 مليون و700 الف جنيه استرليني. اليسون حارس المرمى 4 مليون و600 الف جنيه استرليني. بعد كده شاكيري 4 مليون و100، وبعد كده فينالدوم 3 مليون 900 او 3 مليون 900 الف جنيه استرليني. حاجه يعني كبيره وحاجه مميزه بخصوص نجمنا المصري محمد صلاح، اللي الكلام كتير بخصوص رحيله عن ليفربول، هنشوف اخر موسم ايه اللي هيحصل. لكن في كل الاحوال اي مكان هيكون متواجد فيه محمد صلاح فهو اكيد هيكون اضافه للمكان ده، ده امر مؤكد عشان قدراته الكبيره واحد ابرز اللاعبين في العالم بكل تاكيد. خلينا نروح لخبر اخر من حساب سكواكا للاحصائيات على تويتر، واللي كتبه ان كل اللعيبه اللي لعبت اكتر من 500 دقيقه في الدوري الانجليزي، يعني اكتر من موسم يعني على ملعبهم، يعتبر محمد صلاح الاكثر تصويبا على المرمى بنسبه 3.7 تسديده متخطيا البلجيكي كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي. وده رقم ايضا جيد بالنسبه لنجمنا محمد صلاح، وبيدل على مدى يعني اهميه صلاح في التواجد في تشكيل ليفربول، بما انه لاعب كبير وبما انه لاعب مؤثر كمان وهداف البريمير ليج كمان الموسم ده، وكان هداف البريمير ليج موسمين قبل كده، الموسم اللي فات بس هو اللي ما خدش الحذاء الذهبي. نتمنى له ان شاء الله ان هو بالتاكيد ياخد هداف الدوري، لان ليفربول بعيد شويه عن نفسه هذا الموسم بسبب تفوق مانشستر سيتي وعدد من الفرق وتعثر ليفربول بسبب الاصابات المختلفه. لكن هنا كمان الصوره اللي على اليمين دي جايبين عدد التصويبات على المرمى من ساعه ما جه برونو فرنانديز احد ابرز اللاعبين في الدوري الانجليزي هذا الموسم، والموسم اللي فات كمان من ساعه ما جه في شهر يناير لمانشستر يونايتد من سبورتنج لشبونه، هو لاعب مميز جدا جدا. الراجل شاط 44 مره على المرمى، يجي بعديه على طول محمد صلاح برصيد 42، وبعد كده ساديو ماني برصيد 40، وهاري كين برصيد 37، ويجي رقم 9 كيفن دي بروين برصيد 31، وبيدرو نيتو برصيد 31 ايضا لاعب ولفرهامبتون. دي كلها احصائيات وامور مهمه جدا وطبعا تتعلق بنجمنا المصري محمد صلاح، فهي بتبقى اكثر اهميه يعني. خلينا كمان نروح لحساب يلا كوره، وعندنا لاعب محترف مميز قوي 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 هو احمد حسن كوكا، وعامل موسم ممتاز مع اولمبياكوس واحرز هدف مهم قوي في اليوروبا ليج من يومين كسب بيه فرقته. ودي احصائيه خاصه باحمد حسن كوكا من خلال حساب يلا كوره على تويتر، واللي بيقولوا في ناس بتشتغل في صمت وبتعمل في صمت. احمد حسن كوكا مع اولمبياكوس هذا الموسم 23 مباراه 11 هدف و4 اسيست، يعني مساهم في 5 او في 15 هدف في 23 مباراه، وده عدد معدل ممتاز يعني. لكن النقطه هنا ليه كوكا ما بنشوفوش بالمستوى ده مع منتخب مصر؟ علامه استفهام كبير، لكن هو بيعمل يعني مستويات ممتازه سواء لما كان في الدوري البرتغالي او حتى في الدوري اليوناني. نتمنى ان احنا نشوف نفس المستوى ده من كوكا، احد اللاعبين المميزين جدا في خط هجوم منتخبنا الوطني واللي بيشرف مصر اكيد في اليونان. خلينا كمان نروح للبي بي سي سبورت، واللي بيتكلموا على تصريحات ليورجن كلوب بخصوص منافسه ليفربول على بطوله الدوري هذا الموسم، وقال ان مع زياده قائمه الاصابات بالتالي فرص المنافسه على البطوله اصبحت قليله بشكل كبير. دي كانت تصريحات يورجن كلوب، وهو كان نفسهم السنه دي ان هم يحافظوا على اللقب، وكان هيبقى انجاز كبير قوي طبعا ان هم يحافظوا على هذه البطوله اللي حققوها بعد غياب حوالي 30 سنه من سنه 90
فبالنسبه لهم حاجه كانت كبيره جدا. ليفربول فريق كبير وعنده تاريخ عظيم يعني، فكان هدف من اهدافهم ان هم يحافظوا على بطوله الدوري. لكن واضح بسبب كثره الاصابات اللي ابتدت بفيرجن فان دايك مرورا بعدد كبير من اللاعبين فابينو وهندرسون، وعندك كمان جوتا اتصاب قعد فتره وبيرجع، عندك عدد من اللاعبين اتصابوا على مدار الموسم اثروا بشكل كبير جدا على مستوى ليفربول، فبالتالي اثروا على فرص منافسه الفريق على بطوله الدوري. والراجل بيقر بكده مستر يورجن كلوب المدير الفني المميز لفريق ليفربول. خلينا كمان نروح لحساب اس على تويتر، واللي بيقول تصريحات ونشر تصريحات لبوكيتينو المدير الفني لباريس سان جيرمان، واللي بيتكلم عن اصابه نيمار وقال انه هيرجع للمشاركه في التدريبات الجماعيه مع الفريق يوم الجمعه المقبل. نيمار اتصاب وغاب على مباراه برشلونه، كان نفسنا نشوف نيمار بيلعب مباراه برشلونه فريقه السابق، لكن اصابه بعدته عن هذه المباراه، المباراه اللي تفوق فيها باريس سان جيرمان بنتيجه 4-1 واللي شهدت تالق ملفت لكيليان امبابي النجم الفرنسي، واللي في الحقيقه يعتبر احد ابرز اللاعبين في العالم، واكيد عاجلا هيكون احسن لاعب في العالم على مدار السنوات المقبله. دي كانت تصريحات بوكيتينو المدير الفني الارجنتيني المميز والمدير الفني السابق لتوتنهام، واللي وصل معاهم لنهائي تشامبيونز ليج امام ليفربول، واللي فاز بيها نجمنا المصري محمد صلاح مع فريقه الانجليزي، وماشي الراجل بشكل كويس جدا مع باريس سان جيرمان. طيب خلينا كمان نروح لتصريحات اخرى، وتحديدا من خلال حساب في الجول على تويتر، وهي تصريحات خاصه بلوتارو مارتينيز احد ابرز المهاجمين في الدوري الايطالي ومهاجم الانتر ومهاجم الارجنتيني المميز، وبيتكلم في صحيفه لاجازيتا ديل سبورت الايطاليه، قال مفاوضات برشلونه باتت ماضيا ساجدد لانتر. والراجل بيقول انا كنت بتفاوض فعلا مع برشلونه فتره من الفترات، لكن في الفتره الحاليه بتكلم او اهتمامي كله في الاستمرار مع انتر، وقال انا حاسس ان انا هقعد فتره كبيره جدا في الدوري الايطالي بالتحديد مع انتر، وهيجدد عقده وبينتظر الإعلان الرسمي من قبل النادي. لاعب مميز جدا. طيب دي كانت أهم وأبرز الأخبار العالمية.